كيف فينا نساوي شراب الفيميتو بالبيت؟ وما شاء الله لحالة طريقة هاي الكاسة بتشهي انه ندوب. تعرفوا بالصيف الجو حار وبدنا شي بورد قلبنا، فاول شي بننطلق على المحلات منجيب شراب الفيميتو وبنجي على البيت. يا ترى فينا نساويه بالبيت بهي الجودة ولا افضل ولا اقل؟ خلينا نشوف. وهلا منجيب الغاز وطنجرة وبنشغل، ومنجيب لتر مي، وهلا منجيب كاستين كركديه، طبعا كل كاسة 200 ميلي لانه بدنا اياهم قوامهم كتير تقيل. وهلا بس بلشوا يغلوا معنا لازم نتركهم 10 دقائق عم يغلوا. وهلا بعد 10 دقائق تركزوا معنا كتير منيح، منجيب اي شيء عنا ومنطالعهم ومنصفيهم. لنساوي عصير ناجح معنا لازم نفهم ونركز على 3 امور اللي هو السكر والحموضة والنكهة. وهلا نحن حندمج ان شاء الله بيناتهم مع اللون. طبعا من الجميل لما نكون عم نساوي العصير او الفيميتو بالبيت انه فينا نتحكم بكميه السكر. طبعا انا الكميه عم ساويها كبيره، فبنحتاج من الكاسه للكاستين سكر. انا رح احط كاستين سكر من كاسه ال 200 ميلي. وبضيف هلا عصير نص ليمونه وحبه بردقان كبيره، منهم بيعطونا النكهه ومنهم بيخلونا يمسكوا ويقعدوا معنا منيح. مع هذا العصير تبعنا بيلبق معه شغلتين، اما الفانيليا السائله او اما ماء الورد. بالنسبه لي انا برغب ماء الورد. هلا حضيف فنجان صغير من ماء الورد. طبعا ماء الورد المستخدمه انا مو مركز ابدا، يعني ماء وخفيف. اما اذا انتم عندكم المركز او الاسانس كافي بس 5 نقط بالكثير، وهيك صدقوني كافي ليطلع معكم اطيب عصير بجنن وبينافس الفيميتو. لكن اذا حبينا نزيد الجوده ونزيد القيمه الغذائيه اكثر، انا بنصحكم تستخدموا اي نوع عصير، مثلا لتر عصير مثلا يكون توت مشكل مع مثلا العنب الاسود، او فيكم تستخدموا الفراوله. هلا هذا العصير اللي عندي توت مشكل مع عنب اسود وفراوله، رح ضيفه. وهلا لازم نتركهم يغلوا ويتجانسوا ويتكثف القوام معنا شوي. واهم شيء بس يغلوا معنا نشيل هي الرغوه اللي بتطلع معنا، هي بتطلع من السكر، نشيلها لنحافظ عليهم لاكثر وقت ممكن. وهلا هيك صاروا جاهزين عنا، طبعا بس يبردوا لسه بيتقل قوامهم اكثر من هيك، ومنطفي عليهم. ومين بيعرف قصه مشروب الفيميتو وليش مكتوب عليه 1900 وشقفه؟ وهذا يا سيدي يا كرام يقال انه تم اكتشاف الفيميتو عام 1907 على يد صيدلي بريطاني. عام 1914 انشهر مشروب الفيميتو كدواء للطاقه والنشاط بسبب كميه السكريات العاليه جدا يلي فيه. طبعا بدات الاعلانات التسويقيه تشتغل على عندك خمول، عندك تعب، عليك بمشروب الطاقة اللي هو مشروب الفيميتو. وبتعرفوا جماعتنا جماعة الشرق الأوسط عجبتهم الشغلة وبلشت الإعلانات، خصوصي بشهر رمضان المبارك، على في عطش، في تعب، في خمول، عليك بمشروب الفيميتو بيروي العطشان وبنفس الوقت في طاقة. وانتو كتبوا لنا رأيكم بمشروب الفيميتو بالتعليقات. أنا برأيي الشخصي إنه المشروب اللي ساويته هلا هو صحي أكثر من هذا المشروب، أقل شيء ما في مواد حافظة وبنعرف شو فيه، وبنفس الوقت فينا نتحكم بكمية السكر ونضبطها على حسب رغبتنا. وهلأ بعد بردوا عنا حنبلش نعبيهم. وبين معكم أنو الأصلية وأنو التقليد. وهلأ صار وقت ندوق. وما شاء الله لحالة طريقة هاي الكاسة بتشهي انه ندوق. بسم الله. الله مالي نفسي يا جماعة قيمة من عالطمة، يعني صدقا صدقا عن حاب تروي رهيبة. يا لطيف يا لطيف يا جماعة. إذا بدنا نقارن اللي ساويناها بالفيميتو الأصلي، إذا ما بتشبه 100% فبتشبه 95%، لكن من دون مبالغة وبصدق وأمانة إنه الفيميتو يلي ساويناه أطيب بألف مرة من هدلاك الفيميتو، بكفي بنعرف شو فيه وأطيب وألذ. يعني أنا من كاسة ما ارتويت، نساوي الثاني. بسم الله.
رهيبه وما بتعمل حرقه. بالعاده اللي بيمته احيانا بيعمل حرقه، لكن هي مكونات ان شاء الله اغلبها طبيعيه فلذيذه. جربوها وان شاء الله بتدعوا لي كثير. مثل العاده لايك واشتراك بالقناه. كان معكم شيف بلال. سلام.